اهلا بكم مشاهدينا والى نشره جويه جديده ليوم الاحد. طقس معتدل على معظم الانحاء، نهارا لطيف في اول الليل ومائل للبروده في اخره، وتقل رؤيته في الشبوره المائيه صباحا على مناطق متفرقه في شمال البلاد. وننتقل الى احوال الطقس في محافظات مصر ونبداها بالقاهره، حيث تسجل الكبرى 28 والصغرى 16 والجو غائم نهارا وصافي ليلا. وفي الاسكندريه تسجل الكبرى 27 والصغرى 16 والاجواء صافيه نهارا وليلا. وفي بورسعيد تسجل الكبرى 25 والصغرى 18 والجو غائم نهارا وصافي ليلا. وفي اسيوط تسجل الكبرى 28 والصغرى 12 حيث الاجواء الصافيه. وفي المنيا تسجل الكبرى 28 والصغرى 12 والجو صافي نهارا وليلا. وفي شرم الشيخ تسجل الكبرى 29 والصغرى 20 والجو صافي نهارا وليلا. وفي اسوان تسجل الكبرى 32 والصغرى 17 والجو صافي نهارا وليلا. وفي الاقصر تسجل الكبرى 31 والصغرى 15 حيث الاجواء الصافية. وفي حلايب وشلاتين تسجل الكبرى 30 والصغرى 20. وإلى أحوال الطقس في الدول العربية والتي تبقى حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت، ونستعرض معا بيان بدرجات حرارة عدد من العواصم العربية ونبدأها بطرابلس، حيث تسجل الكبرى 20 والصغرى 15. وفي دمشق تسجل الكبرى 22 والصغرى 10. أما عن الرياض تسجل الكبرى 29 والصغرى 15. وفي أبو ظبي تسجل الكبرى 31 والصغرى 26. وفي الجزائر تسجل الكبرى 20 والصغرى 11. وأخيرا في القدس تسجل الكبرى 24 والصغرى 13. وبهذا مشاهدينا انتهت نشرتنا وإلى اللقاء.